الحمد لله على السلامة. كنتي غميانة؟ لا تخافي، تجاوزتي مرحلة الخطر. شو حاسة هلأ؟ شو بنتي، كيف شايفة حالك؟ انتي تركية؟ فيك تمشي، أنا رح ضل مع شوي. شو في شغلة؟ ماشي. شو بنتي، كيف صار وضعك؟ الجنين منيح؟ قليلي منيح؟ للأسف الجنين مات. خلاص ما ضل في بيبي. خلاص يعني ما ضل في، مات يعني. أنا حاسة بشعورك هلأ. أنتي صار معك حادث ووقف قلبك، والحمد لله قدرنا ننقذك، بس الجنين ما قدرنا ننقذه. لك يا ريتكم ما قدرتوا تنقذوني، يا ريتكم ما قدرتوا تنقذوني، يا ريتني مت وخلصت من الحرام. هيك ما بيصير، انتي لساتك صبية والحياة قدامك. ان شاء الله بتجيبي ولد تاني وبتفرحي فيه وبيخليكي تنسي كل أوجاعك نهائيا. زهرة روحي! هو راح، راح زوجك؟ راح؟ ايه راح، هو والبيبي راحوا اتنيناتو. مات؟ انتي شو اسمك؟ زهرة. ما كنتوا متزوجين انتي وياه يا زهرة؟ اسمعيني، هلأ الشرطة عم ينتظروا برا، بدهم يعرفوا كيف صار الحادث. هنن جايين ليعرفوا منك شو صار. حادث؟ بس حادث طبيعي يجوا يسألوكي يا بنتي. مو معقول الإنسان يرمي حاله بهيك شارع بدون سبب. هيك معناتها هو كان بده ينتحر، بس واضح إنه ما كان بدك تخسري الجنين، أو في حدا جبرك على هذا الشيء. أهلك هن اللي جبروكي؟ بترجاكي لا تحكي، لا تحكي لحدا. اسمعيني، اسمعيني، لساتك مو وعيانة مزبوط يا زهرة. أهلك لازم يتحاسبوا على هذا الشيء. لو سمحتي لا تحكي، لو سمحتي لا تقولي شيء، لو سمحتي لا تقولي شيء، بترجاكي، بترجاكي لا تحكي لهم شيء. أنا ما بدي إياكي تكوني مظلومة. وثقي فيني، بس بدي إياكي تخبريني كل شيء صار معك.